مرحبا بكم أيها السيدات والسادة في هذا اليوم الجميل الصباح السعيد. شحال هادي ما حضرت معاكم، درت لكم واحد الفيديو. اليوم غنمشي تاستا لي برك، نطعم ديك السناجب الزوينة والبطاطا الجميلة في هذا اليوم السعيد. واخا أنا خرجت من اليال تاون ما كانش المطر، ولكن غير جيت هنا في ستالي بارك لقيتها كتمطر. ومع ذلك غنستكمل التصوير، واخا يهبط الثلج غنصور باذن الله. وهنا دابا حليت الكام، وهنا غا ماشي دابا تا بحيره لوس لاغون التي سبق ان زرتها وصورتها ولكن وعدتكم في فيديو سابق أنني سوف أعود وأطعم تلك الحيوانات اللطيفة، فها أنا أفي بوعدي وأحضرت معي بعض الخبز وبعض اللوز للسناجب الجميلين، وأتمنى أن تكون رحلة سعيدة. وباش تكون رحلة سعيدة خاصني نلاقي الطريق، هذا أولا. وانا دابا تائه في هذا الجمال، ولكن قدر يكون هنايا يمين من بعد ناخذ اليسار ونهبط من تحت النفق. فهيا بنا نستكشف اين هو الطريق. ربما هذا طريق مختصر. اتمنى ان لا تكون الكاميرا عليها بعض القطرات، غنحاول بين فينة وأخرى أن أقوم بمسحها للتأكد من نقاوة الصورة. الطقس في فانكوفر طبيعة الحال في هذه الأيام بارد جدا، يعني هذيك البرودة اللي كنت كنهضر عليها شحال هذه دابا ولات قلت لكم أيها السادة أن الرطوبة ليست الرطوبة إنما البرودة التي هدرت عليها شحال هادي تعتبر زوينة. حدا هذه البرودة دابا اللي كنعاني منها والثلج يتساقط في بعض الأوقات، ولكن إنه يناير كما تعلمون، إذا ما كانش البرد في يناير متى غيكون؟ وها بمناسبة هذه السنة الجديدة نتمنى للجميع السعادة والصحة، وهابي نيو يير. شاهدتم ربما بعضكم شاهد بعض اللقطات التي قمت بتصويرها في التنزه في احتفالات العام الجديد في الداون تاون وكندا بليس وبعض المولات. طبيعة الحال ليس كل البشر يفضلون مشاهدة هذه الاحتفالات، لذلك القناة متنوعة وترحب بالجميع. من يحب الطبيعة فهنالك فيديوهات لهذا، ومن يحب المولات كذلك أو الاحتفالات الغنائية أو المسرحيات المعدة للأطفال. وهذا الزوين هنايا
والله وش غنعطيه ولا بلاش ما نعطيه؟ بطبيعة الحال هدرت لكم شحال هادي أن يمنع إطعام الحيوانات اللطيفة والشرسة في فانكوفر للأسف، والغرامة قاسية $500 كندي، ولكن حقيقة أعتقد أن المقصود بالمنع هو إطعامها داخل المدينة. أما ستانلي بارك راه حديقة يعني عامة وبعيدة عن المدينة، ما كانش المشكل. فين هو المشكل؟ فلا نعتقد أن هنالك مشكلة إذا قمت بإطعام هذه الحيوانات اللطيفة في هذا المكان الجميل، إلا إذا كانوا ما صافي ما عندهمش الخدمة غير تابعيني، لا حول ولا قوة. ما درت والو حقيقة، جبت شوية الخبز اللي كي يأكله البشر، زوين نظيف، كان أعطيه دوك الطيور اللي كتاكلو ما فيها بس. ولكن اش كنقول، والله ما عرفت الخوت واش هادي البلاصة اللي انا قاصدها ولا لا. والله ما عرفت، ولكن غنشوف غنروح الجهة المقابلة ربما تكون هي. طبيعة الحال أنا أحب التصوير المستمر واللقطات العفوية، والدردشة كذلك مع المتابعين والتواصل والتفاعل معهم أثناء مشاهدة هذه المناظر الجميلة والتي تمد الإنسان بالطاقة الإيجابية. والله توحشت ليها صراحة ستانلي بارك، توحشت ليها بزاف صراحة، كتجيب لي السعادة حقيقة، كتجيب لي السعادة الطاقة الإيجابية في هذه البلاصة. واخا انت ماشي في المود كتجي هنايا صافي كتولي بخير لا باس عليك، وانت ترى هذه الطيور الجميلة والقطرات الباردة وهي تنعش بشرتك وتقول نعم للحياة، نعم للسعادة، نعم للطاقة الإيجابية، وتستمر الحياة ويستمر الجمال كذلك. الزين الزين، واش بغيتي الفتات؟ والله ما عرفت نديك ولا. وبغيت نسولك السيد، فين هي ديك البطات اللي صورت ليهم شحال هادي؟ واش عرفتي البلاصة ديالهم؟ والله المشية ديالو بحال خايف مني ولا والله ماشي خايف، واقيلا كيقول اش السيد هذا كيهضر معايا، لا حول ولا قوة. تسطو البشر صافي، تسطو البشر، ماشي مشكل. السيدة تبتسم تقول صافي، ماشي النورس اللي يقول انت تسطيتي، انا نؤكد هذه المقولة. السعادة الخوت في هذه الأماكن الجميلة صراحة. شنو هذا الشيء؟ أجي مش هذا حيوان؟ أصبر ندير لكم الزوم، فين هو الراس ديالو؟ أصبر شكا تشوف الخوت؟ أشنو هذا دابا؟ أشنو هذا؟ واش هذا؟ طائر حيدوا ليه الراس ولا شنو هذا دابا؟ ما بغيت نفهم انا ايش هذا، فين هو؟ هو والله حتى حاجه عجيبه، وفين راسك السيد؟ صباح الخير ازعجناك، صافي انا مشيت السيد انا مشيت صافي، اسمح لي.
الفضول فضول السيدة السادة، يعني اش كنقول لكم؟ والسيد ناعس وحاط الراس ديالو، ما عرفت وين حاطه، وجيت انا يا صافي لا بغيت نعرف شنو هذا الشيء. انا الصراحة وانا نقول الحقيقة، ها هما واش هند؟ والله هذه هي البحيرة، ها انا عرفتها. فين اخواتك السيدة؟ فين اخواتك؟ ها واحد زوز ثلاثة اربعة، وهذه هي البحيرة التي كنت هذا هو. واش عاقلين على هذه سميتها المراجيح وديك اللي قلت لهم السعيدة والأطفال السعيدين والإنجاب وهكذاك؟ واه عقلت عقلت دابا. أنا عدت لبلاصتي مزيان مزيان مزيان، مرحبا مرحبا. بس فين هذيك البطات؟ وقيلة مع البرد ما عرفت فين نشوف. شوف 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 شوف، هاد السيد اللي هناك اللي قال لي انت مسطي، ها هو دابا قال لك صافي انت زوين، غير اعطيني الفتات. واخا واخا واخا، غير صبر صبر، نجمعوهم دابا من بعد نعطيهم. ها نعطيكم واحد واحد، صدعوا لي راسي، صبر شويه. والله السيدات الساده صراحه انا ما بغيت نقول لكم، ولكن كنت انا في اليومين الفائتين المزاج ديالي ماشي هو هذاك صراحه، وقلت صافي غنمشي وغنصور. الله يجيب التيسير، والله العظيم غير دخلت في هذه ستانلي بارك صافي وليت بيس وبخير وسعيد. وانا كنحب الطبيعه صراحه، حب الطبيعه، الطبيعه كتشفيني. وانا كنتمنى دوك الناس اللي شويه عندهم المشاكل اجوا سير الطبيعه، ولكن غيقول لي واحد من الدول العربية اللي ما كانش له الصحاري، فانا غنمشي السيد. انا نقول لك دابا ما تمشي، تفرج على هذا الفيديو وعيش السعادة صافي. ولكن فين هذوك البطات؟ ما عرفتش. هالعدة ديالي بدأت تتجمد. اليوم ما درتش التصوير العريض، بغيت نحط التصوير الطبيعي باش تكون الالوان واضحه والمشاهد زوين. والله ما كاين لا بط لا والو، غير هذوك البطتين الذين قبل. ها هما، مرحبا 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 مرحبا، ها هما الناس. هالكائنات اللطيفة هذه والله العظيم غير عشت في الحياة باش نشوفهم وغنوكلهم احسن ليا من دوك البشر. اسمحوا لي، وكان في يوتيوب للبط، انا غندير ليهم يوتيوب على وده. المهم انا بغيت نحط الكاميرا، وكان فين غنحط الكاميرا دابا؟ لا خصني نوقف التصوير شويه باش نخرج الخبز، ومن بعد عاد نكمل التصوير. يلا لحظات ونعود اليكم. هما بخير، ما بيهم عليهم، غنديهم شي حاجه باش غير بشويه بشويه. شوف 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 شوف، انتو شفتوا جات السيده هذه هزت ديك ال ومشات وكتاكلها لوحدها. ولكن اليوم غني جبت كميه زوينه، غير صبروا عليا وانا غنديكم بشويه. يلا بصحتكم. اليوم لا كاين لا غربال لا كاين لا والو، نقول لك اذكرنا القط، هذا النورس
الجميل غنعطيه وحده. يا جي انت هنا في البر هذا النصيب ديالك. بغيت نختار شي واحدة نعطيها البطة السوداء. انا نصير البطة السوداء. اجي الزينة هانتي زوينة صراحة. هذيك البطة السوداء الاخرى. اصبري اصبري السيدة كينيري. ها شفتو هانتي. ها مشات مشات ليك. ماشي مشكل ماشي مشكل. غير صبري غير صبري انت. خليك 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 هناك باش انا نعطيك وحدك. ها انت ناري. هذا بحال الغراب. هذا بحال الغراب. جات له البطه السوداء. اش غندير ليك انا دابا؟ انت سوداء وما كاينش المخ. هاي المشكله هذه. ها انت ناري. شوف هذه اخر مره وغتاكليها مزيان. ما غتاكليها صافي عندي. والسيده وال انت صافي. ما بغيتش نخص الهضره صافي. لاش هذوك الناس اللي ما عندهمش المخ باش يفكروا يباتوا جائعين ماشي مشكل. ها انتم لانه الانتقاء الطبيعي. الانتقاء الطبيعي البقاء للاقوى. للاسف للاسف البقاء للاقوى. هذا هو قانون الطبيعه. ها انت دابا خرج ليك شويه المخ. ها انت ها مزيان مزيان مزيان. هي فكرت وفهمت القضيه. اذا انتم هنا بشوية صوتك مجهد. هنالك بعض البطات البعيدات غنحاول نرمي لهم شي حاجة. النوارس هذول ما غيخلوا هذول طبيعة الحال. انا درت الفضيحة ده براسي. هذه الإزعاجات من النوارس. فصافي غنمشي. شنو يجيني دوك اللي قال لك أنت خالفتي وما خالفتي ودير لي المشاكل. إذا أنا شفت سنجاب هنا اللي صار. غنمشي دابا ونشوف ما هو موكو كاين في البلاصه ديالو ولا لا. وكذلك غنطعمه بعض اللوز و حداه بعض العصافير. غنعطيهم شويه الخبز. واضح ان هذه المنطقه كان هنالك مطر كثيف في الايام السابقه حيث انها مبلله على غير العاده. هنا بعض البطات الجميلات. لكن قبل ما نعطيهم شويه الخبز غنتاكد ان الكام مزيانه فغنمسحها ونعاود لكم. البط زوين كياكل هو ساكت غير داك النورس كيدير لي ازعاج وغادي ليا المشاكل ويجلب ليا. شوف 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 ها البطه السوداء دابا اللي قلت انا عليها ماشي والله طلعت واعره. واخا واخا هنا غنعطيكم دابا. اصبروا انتي بصحتك. وي تخنقت معاه. صافي جي الاخرى جي الاخرى. صافي 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 ما تخنقوش. ها صافي صافي هذه اخر. يلا
صحتكم. لنستكمل المسير أيها السعداء. هذه السيدة هذه وقيلة قابلتها شي قبل شوية. كيفاش؟ مستحيل تكون لفت لفة كاملة، لكن يقدر. أوه المطر، المطر بدأ يهطل بغزارة، وهذا غاية يجعلني يصعب علي التصوير حقيقة. لكن بغيت نلاقي ديك البلاصة اللي فيهم. أنا كنتذكر إنه ديك البلاصة كان حداها واحد الحجرة وضعت عليها بعض الفتات. فين هي؟ هنقلب عليها بالزربة. واش هي هنا ولا؟ لا ما كنظنش انها بعيدة لهذه الدرجة، لكن غنشوف. درت هنا. صافي صافي صافي، كيدخل العظم. حيت انت كتوغل في الغابة كيزيد البرد. طبيعة الحال انا غنصور هالعصافر اللي هنايا وغنقفل التصوير وغنستمتع بهذه الطبيعة الخلابة، يعني لا استطيع ان اصور تصويرا طويلا ف يصعب تحميله في اليوتيوب. كنظن انه ربما انه قريب من هنا. غنكمل غنشوف. في الصيف غيكون التصوير اكثر جمالا و طبيعة الحال اقل برودة، والحياة الفطرية غتكون ناشطة. ولكن دابا مع هذا البرد في السبات الشتوي يقدر يكون هنا او قريب من هنا. لكن فين هي ديك الحجرة؟ قدر بعض المشاهدين يعود الفيديو اللي درته يعرف فين هي البلاصة، ولكن انا دابا ما نقدرش ندير هذا الشيء. لا 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 لا، لقد اضعت الطريق. انا وصلت دابا لهذا هذا الجسر، بما يؤشر انني لست على الطريق الصحيح. إذن أيها السيدات والسادة، غنخد لكم تصوير بسيط هنا وغنختم هذا الفيديو القصير. وخا دابا 20 دقيقة ماشي قصير، ولكن هانتم كتشوفوا هذا الجمل الرباني. طبعا تمنيت ان يكون هناك بعض السناجب. عقلت هذا الجسر كان هنالك سيدة ذكرت ان معها عصا وقلت اهيب من درة عمر. عقلت على هذه البلاصة، ويقدر دوك العصافير هناك في هذاك الممر، ولكن ما بغيتش. صافي، غنعطي باقي الخبز لهذه البطاطا السعيدات وغنختمو هنايا داك اللوز. غنشوف فين غنلاقي سناجب وغنعطيهم. اذا نختم ايها السيدات والساده في هذا المكان. غنعطي هذه البطاطا السعيدات. اصبروا جايكم الرزق. فين مشيتوا؟
طبيعة الحال بعد غياب فترة احترافية التصوير. ومع البرد لا يجعلك تمسك بالكاميرا بطريقة لا تهتز وتكون دائما الصورة على المناظر الطبيعية. وقعت لي بعض الحسرة صراحة، ولكن معي بعض فتات الفتات ماشي حاجة حقيقة، ولكن ها هم العصافير الجميلين. هي البلاصة، سبحان الله العظيم، هي البلاصة. عقلت عليها. شوف هم يجوا، عارف اني غنعطيهم هنايا، غندي ليهم تصوير زوين الحقيقة. شوف العصفور، ها بغيت نمسكو بيدي، غنمسكو من الجوع، ونعوذ بالله من الجوع. شوف شنو كيدير لهذه العصافير، انا حداهم مباشرة، هما ما مسوقينش ليا. غنحاول ان نبتعد قليلا باش نسمح لهم ان ياخذوا راحتهم في الاكل. طيور من كل الأشكال، العصافير الصغيرة والكبيرة. إذن أيها السيدة السادة، هذه البلاصة لغاية فانكوفر، ويريد أن يستمتع بهذه العصافير الجميلة. ها أنتم عقلتوا عليها، حدا هذا الجسر كتنعطي في اليسار وتجدها مباشرة. هذه البقعة الجميلة المختفية في هذا المكان الجميل، ولكن ما كاينش السناجب. دابا غنوصل نص ساعة. إذن أيها السيدة السادة، مع هذه المشاهد الجميلة لهذه العصافير، وأتمنى أن تكونوا استمتعتوا بهذه المشاهد، وأن يكون التصوير في المستوى، إلى أن نلقاكم في تصوير آخر وجولة أخرى في ستانلي بارك أو أماكن أخرى. تهلوا في روسكم، وكن جميلا ترى الوجود جميلا.
في أمان الله.